قال وزير السكنية الجزائري طارق بالعريبي إن القطاع السكني في البلاد على موعد مع تحد آخر يجري التحضير له من خلال الالتفاف حول مسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية بإطلاق البرنامج السكني عدل 3 في 5 جويلية المقبل. بالعريبي وأثناء إشرافه الأربعاء على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتحسين السكني وتطويره، كشف عن مجموعة من الإجراءات الإضافية الجديدة المتخذة ضمن الاستفادة من البرنامج السكني الجديد، مؤكدا أن صيغة سكن عدل 2 كانت لها انعكاسات اقتصادية وتنموية ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري. هو تحدي آخر نحضر له من خلال الالتفاف بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية. سيكون لنا موعدا بالإطلاق برنامج عدل 3 في 5 جويلية المقبل، وابتداء من الساعة 5 مساء أقول سيكون لنا موعدا بإطلاق برنامج عدل 3 يوم 5 جويلية 2024 على الساعة 5 مساء، حتى يتسنى لجميع المهتمين بالتسجيل. عدل 3 هو إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الأقطاب الحضرية والمدن، من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الأهمية القصوى. هي إذن إنجازات وتطلعات تضاف لتلك التي أوكلت لقطاع السكن والعمران والمدينة، وتلكم هي بوادر الحياة الكريمة التي تسعى الجزائر الجديدة إلى بلوغها. إن صيغة عدل 2 كان لها انعكاسات اقتصادية وتنموية ساهمت وبشكل ملموس في تحريك العجلة الاقتصادية، انعكست بالإيجاب على مؤسسات الإنجاز الوطنية التي بلغت 447 مؤسسة عملت تحت إشراف 252 مكتب دراسات جزائري و26 مخبر جزائري.